عسلامة عسلامة، شنحوالكم؟ شا تكونوا الناس الكل بخير ونعمة وصحة جيدة يا ربي. ربي يحفظكم من كل شر. اليوم الوصفة متاعنا خبز ساج، خبز القتلة، خبز اللبناني، خبز الشاورما، ما علينا في المسميات. المهم طريقة الإعداد متاعو سهلة، ماهيش صعيبة وما تشدش برشا وقت، والأهم من ذلك النتيجة احترافية وأبن من اللي نشريوها من المحلات. نتركوا على ربي ونشوفوا المكونات متاعنا والأسرار الإعداد. عندي 350 غرام فارينة، مش نزيد عليهم شطير مغرفة ملح ونغطيها باش الملح ما يمسش الخميرة على خاطره يقتلها. مش نضيف عليهم مغرفة متاع قهوة خميرة معبية، ونزيدها مغرفة متاع قهوة سكر. هنا السكر دوره مهم جدا على خاطره يعاون على تفاعل الخميرة ويعطينا رزلتا كثير. باش نزيد عليهم 5 مغارف أكل زيتونة، اللي يحب يبدلها بالزبدة يذوب الزبدة ويكيل 5 مغارف. توا نتعديو المرحلة مهمة هي السبلاج، أنو نحاولو ندخلو الزيت في الفارينة لماكسيموم. توا مش نعبي قبلي بالماء الدافي، ماهوش ماء سخون وماهوش بارد، باش يعاون الفارينة على التفاعل متاعها ويعطينا ريزلتا مخير. باش نحطها في الروبوت تعجن، وبشوية بشوية نزيد الماء. ما يلزمش البات متاعي تكون يابسة ولا شايحة، يلزمها تكون طرية وتتلصق. كما تشوفوا التكستور متاع البات متاعي يلزمها تكون طرية، ماهيش يابسة وشايحة، تتلصق شوية في اليدين وإلاستيكي. طبعا مش ناخد بابي سيلوفان متاعي ومش نغلفها في البابي سيلوفان، ونخليها ترتاح لمدة نصف ساعة أقل شيء. بعد ما خليتها ارتاحت ديقاتيتها شوية وغلفتها بشوية فارينة باش كنمسها ما تبداش تلصق لي في يدي، وقصيتها الى ترانشيت مستويين قد قد بريسك يزمهم يكون، ونكعبرهم. بعد ما كملت تقسيم البات متاعي مش نحط الطبق يسخن، لازم يكون سخون مليح، ونبدا نحل في البات متاعي. لهنا الحلين لازم يكون بالفارينة، ما لازمنيش نخليها تلصق على الرخامة. نتفقد الطبق متاعي انو سخون، لازم يكون سخون مليح باش ما تجينيش من بعد الفات يبسة وتتكسر. نحط الخبز متاعنا على الطاجين وهو سخون. اول ما تبدا تعمل في الفقاعات دوما ما ياخذ كولور دوري، الفقاعات هذومك نحيوهم، منزموش يطول برشا على الغاز على خاطر يولي يتقرمش ويتكسر، ما هو يشيح في ساعة دونك ما يقعدش طري، ما يعيش مدة طويلة. دونك طريقة الاحتفاظ متاعو نلفوه في منديل، ومن بعد نحطوه في ساشي نتاع لي ساشي كويسون اللي ندخل الفور، ونكملو نوصلو الكعبات متاعنا الكل. وهكايا نكون وريتكم الطريقة متاع عمل الخبز الساج، طريقة احترافية وسهلة.
ما تبدأ الفقاعات يطلعون احنا نبدأ ونقلبه، وما يلزمش ياخو كولور دو ريك برشا، يعني ما تقولش هاو نزيد ننضجو شويه راهو من بعد كيكا يشيح ويولي يابس ويتقرمش، ما عادش نجم تعمل بيه ساندويتش. كالعاده نلفوه كالعاده نلفوه في المنديل ونحطوه في لي ساشي كويسون، دونك يلزم ساشي غذائيه ونخبيهم نخليهم يبردوا برا، وبعد كي نخبيهم في الفريجو ونستاو وقت ما نستحقو نجدوهم، دونك ما يقلقوش. كما تشوفوا هاكا الريزلتا احترافيه رائعه، الطري على الاخر ما يتقطعش، حتى كي تسنيه ما يتقطعش، ترجع تفرزو تلقاه لابس عليه. وهكا شاركونا عجبتكم وصفتنا، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتشجعونا بالاشتراكات بتاعكم، وكان فما حاجه تحبوا نجربوها قولولنا ونخدموها. بسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسلامه، صحه وشفاء.